إخواني الغالين وخواتي الغاليات، والمعذرة على التأخير، الآن بنسحب. اليوم ويكند، قلنا نتأخر عليكم شوي، كان عندنا التزامات. ننزل ونشوف مين اللي فاز معانا، نتصل عليه ونخيره. ربه مو نايم، نطلع فوق نوقف. شاهر يا شاهر، وعليكم السلام، صبحك الله بالخير. صبح بالنور يا ابن حلال، انا واحد من جيرانك وانت موقف سيارتك تحت سادن علي، الله يصلحك. الدعوة ويكند، بروح ويش اقول عارف من صوتك، ما يحتاج. عرفت الصوت؟ اي والله. ايش قصتكم انتم كلكم تعرفوا صوتي؟ معروف يا بربي. شلونك يا شاهر؟ طيب طيب وش انت يا شاهر يا ابوي؟ شاهر يا الله. ونعم، من اهل المجمعة ولا؟ من وين؟ من الاريح بالشقيقة. والله سبعة نعم، والله سبعة نعم. يا شاهر ان شاء الله انك شاهر بالعلم الطيب، اختار. الله يطول في عمرك، شرواك يا طيب، شرواك الطيب، اختار عمره مع رفيق تحبه وتغليه، ولا 5000 ولا ايفون؟ عمره الوالد والوالدة. حنا العمرة ترى شخصين، يعني بيروحون امك وابوك لحالهم. اي الله يستر عليهم. الله يستر عليهم بعد، ان شاء الله ربي بيستر عليهم، وان شاء الله انك انت بعد بتخاويهم. اجل العمرة لثلاث اشخاص، انت وامك وابوك. الله يطول في عمرك. تستاهل، ومحمولين مكفولين، طيران، فندق، وتصلون، بس لا تنسى اخوك من دعواتك انت والوالدة والوالد. الله يجزاك خير بوجهك. وكلنا على الله، والله اللي يقضي الحاجات. على المطار، وين رايحين؟ أقولكم إن شاء الله بس نوصل المطار.